الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل أولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فاق العقول، فاق العقول. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك فاق العقول. احنا معرضين في زحام الدنيا ان في بعض الامور نواجه يعني بعض التهاون مننا او انشغالات كتيرة، فمش كل حاجة بناخد بالنا منها، وقد تتعقد الامور ويبقى الواحد مش عارف يغير طبعه. طيب وبعدين؟ ما كوني طبعي ما بتغيرش وفي بعض الإهمال مني، طب ما أنا معرض لمتاعب أعمل إيه؟ قصتنا مع صيدلي. الصيدلي ده فتح أجزخانة وناجح في عمله، شاطر وبيعرف يبيع أدوية كويس ويكسب الزباين، وإنسان محبوب من الناس اللي حواليه، وشاطر، شاطر في العلم بتاعه وفاهم شغله كويس. في يوم من الأيام كان راح بعربيته مشوار ورجع وكان معاه شنطة فيها فلوس، وشنطة سابها في العربية ونزل ونسي يقفل العربية وراح يعمل حاجة، وبعدين خلص مشواره جه بص لقى الشنطة مش موجودة، شنطة والأوراق بتاعته وكل حاجة يعني مش موجودة، يعني حط شنطته فيها أوراقه وكمان فيها فلوس كتير، لقى كل ده مش موجود، انزعج جدا. طب وبعدين؟ مبلغ ضخم، طب يعمل ايه؟ جري بسرعة وبلغ الشرطة. الشرطة بدأوا يدوروا وعملوا يعني إخبارياتهم وأبحاثهم عشان يشوفوا له الحاجة، ما عرفوش. فعملوا حاجة يعني معروفة في عند الشرطة، قال لك المجرم بيلف ودور ويرجع لمكان الجريمة تاني، فخلوا حد من المخبرين ينام ويقعد يعني أو يبقى قاعد جوه العربية وغطوا العربية بغطاء مش عادي كأنها مركونة يعني، عشان المخبر ده يعني يمكن يلاقي المجرم يرجع تاني أو أي حد له علاقة بيه. مرت الليالي ليلة واثنين وثلاثة وما حصلش حاجة، وبعدين بدأ الصيدلي يحس إنه لا، مش هيوصل لحاجة، أو عمل كل اللي عليه بس طيب الفلوس ضاعت والأوراق ضاعت كلها. فقال ما فيش حل غير ربنا، أنا أصلي. فرح لأبونا، قال لي أبونا حصل كذا 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 كذا، أبونا ده ساكن قريب من بيته، تحصل كذا 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 يا أبونا. قال له يا ابني نصلي ونرفع قداس ونطلب من ربنا عشان يتدخل يعني، وتعال أحضر القداس وربنا يمد إيده. علاجي يا أبونا. وفعلا جه حضر القداس وكاتب ورقة فيها الموضوع بتاعه وداها لأبونا، حطها على المذبح وصلى القداس ورفع الذبيحة باسم الموضوع ده، وصلى القداس وتناول فيه وخرج من القداس. ربنا قال له اطمن، ربنا مش هيسيبك، رفعت الموضوع لربنا في أعظم حاجة اللي هي القداس، خلاص ربنا هيتدخل. وفعلا هو بدأ يحس بطمأنينة. تاني يوم الصبحية رايح الأجزخانة، فتح الأجزخانة ويفاجأ إنه الأوراق اللي كانت موجودة في الشنطة محطوطة من تحت عقب
الباب بتاع الصيدلية ولقى نص المبلغ موجود، برضو دخلوه كده حتة بحتة جوه الأجزخانة، خدهم وعدهم، شكر ربنا جدا ان الأوراق الرسمية رجعت له وان نص المبلغ جه، قال كويس وشكر ربنا انه فعلا لما التجأت لك يا ربي القداس عمل كل حاجة. وبدأ يحس من هذا اليوم بأهمية الصلاة وبالتحديد القداس الإلهي، فواظب بقى على القداس وبدأ يعني يقول يا رب أنا عايزك ومش هسيبك، واهتم باني اتناول كل أسبوع، وارتبط بسر الاعتراف باهتمام أكتر وبقى ماشي مع ربنا. مرت الأيام وهو استريح، قال ما أنا نتيجة إهمالي، كوني أنا يعني سبت العربية مفتحة وسبت الفلوس جواها، ما ده غلطتي يعني، كوني أفقد نص مبلغ ما ده يعني عشان أتعلم يعني. وفعلا بدأ يهتم انه يقفل عربيته ويدقق في شغله قد ما يقدر عشان يعني يلافي الطبع اللي عنده اللي هو الاهمال ده. مرت الايام ولكن الطبع بتاعه اللي هو بيقاومه لسه مازال موجود. ففي يوم من الايام راح مشوار وكان حاطط في العربيه جهاز طبي غالي مش جهاز عادي، حطه وكان حتى معاه شوية هدوم جديدة بتاعته، نسيها برضو أو سايبها جوه العربية وساب العربية وما قفلهاش، قفل البيبان كده كما تسنكرش البيبان، وراح المشوار بتاعه رجع ما لقاش الحاجة، لقى حد يسأل بصص عليه، أخذ الجهاز وأخذ الهدوم والعربية فاضية. زعل قوي ولكن حس ما أنا استحق، أنا غلطان، أنا وعدت ربنا إن أنا مش ههمل تاني وحدقق واخد بالي، ولكن اللي حصل يعني إن أنا أهملت. فبعد ما قال كده قال لا طب أنا عندي الحل، هسيبه ليه؟ القداس. جري على أبونا قال له أبونا حصل معايا ونتيجة غلطي، أنا معترف أنا غلطان بس أرجوك عايزين نصلي القداس. قال له أوي أوي تعال. وفعلا كيه القداس وقدم الموضوع، قال له ارفع الذبيحه باسم الموضوع ده برضه السرقه دي، وحط ورقه على المذبح وقعد يصلي، واستمر بقى يقدم ورقه كل قداس يحضر ويقول له صلي يا ابونا صلي يا ابونا، واستمر ابونا يصلي ويرفع الذبيحه ويطلب من اجل الموضوع ده كذا مره. بعد حوالي 3-4 مرات والصيدلي موجود في الايزخانه، بس لقى فيه طفل صغير داخل عليه وبيقول له أنا عايز أبيع الجهاز ده. فبص عرف إن هو الجهاز المسروق، قال طب تعالى يا ابني تعالى اشتري منه، تعالى يا حبيبي. راح واخده وبلغ الشرطة بسرعة، جم قبضوا على الطفل ده وبدأ يعملوا التحريات بتاعتهم، وانتهت بأن هم وصلوا ل العصابة اللي بتسرق وقبضوا عليها وجابوا من عندها كل حاجة بقى، كل المسروقات الأخرى والأموال اللي لسه ما رجعتش، رجعوا كل شيء للصيدلي غير مسروقات من آخرين. والصيدلي رجع يقول حاجتين مش هنساهم، أول حاجة إن أنا لا حدقق طول عمري، تاني حاجة إن أنا لازم هرجع للقداس. القداس ده سره عجيب عجيب، قوة ربنا عجيبة، وأنا مش حاسب القداس أبدا. وزاد ارتباطه بالقداس الإلهي. الله قد يسمح لقوى الشر أن تقوم علينا، ولكنه في الوقت نفسه يأمر القوات السمائية أن تقف معنا وتحمينا. قصتنا دي واضحة بتقول انه لازم هندقق في حياتنا حتى لو كان طبعك كده. انا عارف في بعض الشخصيات طبعها الحلوة جدا ينقصها نقطة التدقيق، لازم تحاول ارجوك تدقيق قد ما تقدر حتى لو كان في بعض اهمال،
جوه بيتك او جوه اعمالك، لكن مش لدرجه تاخد بالك من الحاجات الكبيره. ده ارجوك اكتر من كده. ومن ناحيه تانيه، لو فرض غلطت اجري بسرعه على ربنا. اظن بقى واضحه بقى ملجأك انقاذك هو ربنا. قول له الحقني يا رب، انا غلبان ومحدش يسندني غيرك انت يا رب. وفعلا روح على القداس، روح على الكنيسة، قول لربنا يا رب أنا محتاج لك. قدم كل احتياجاتك قدام ربنا في القداس، اقف صلي واطلب، اطلب احتياجاتك وحط ورقة على المذبح وقول يا رب اتدخل. وثابر، ثابر في كده، مش مرة، لا مرة واثنين وعشرة. ربنا ما بيزعلش من الإلحاح، بالعكس بيتبسط. عارف ليه؟ عشان ده بيبين انك انت فعلا مؤمن بربنا وعايز ربنا ومصر ان ربنا هو الحل الوحيد ليك. ساعتها هتتمتع برعاية ربنا. من النهاردة التدريب بتاعك انك انت حط كل احتياجاتك قدام ربنا في القداس، قدمها، خلي ابونا يصلي عشانك او قدم ورقة هو يصلي من اجلها، وثق ان ربنا مش هيسيبك ابدا. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين. الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ اعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياه كل ولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فائق العقول، فائق العقول.